مفيش شك ان العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه كان كاشف لكثير من الامور، من بينها ازدواجيه الخطاب الاعلامي الغربي وسيطره لوبي يهودي داخل الولايات المتحده الامريكيه وحتى في اوروبا. ظهرت الازدواجيه بشكل كبير جدا في مانشيتات وعناوين الصحف وطبيعه التغطيه الاعلاميه لوسائل الاعلام المختلفه، تغافل كامل وتجاهل الانتهاكات الاسرائيليه وتركيز على فكره حق الدفاع عن النفس لدوله اسرائيل. خلينا في البدايه ناخد الدكتوره ساره فوزي المدرس بقسم الاذاعه والتلفزيون بجامعه القاهره. دكتوره صباح الخير عليكي. صباح الخير دكتور محمد واستاذه منى، سعيده تكوني مع حضراتكم. اهلا بيكي. خلينا نتكلم على شهادته الايام الـ40 الماضيه من اخبار مضلله ومنحازه من قبل الاعلام العالمي. احنا النهارده لو عملنا رصد اعلامي لما تنقلته وسائل الاعلام التلفزيونيه او الاذاعيه الامريكيه او البريطانيه او الاوروبيه عموما، يعني يمكن خليني ابدا بالمؤسسات البريطانيه وفي مقدمتها بي بي سي، الحقيقه بكميه الاخطاء المهنيه والممارسات الخاطئه اللي مارستها واللي بقت اضحوكه في كليات الاعلام ومثال على يعني انها بؤره للاكاذيب ولنشر المعلومات الزائفه ونشر المعلومات المضلله. الحقيقه بي بي سي على وجه التحديد، يمكن وهتكلم بعد قليل عن باقي وسائل الاعلام الامريكيه والفرنسيه والبريطانيه، كان في تقرير هي احد مذيعي بي بي سي نشر عن رويترز ان جيش الاحتلال اثناء اقتحام مستشفى الشفاء قام ان هو باستهداف الاطقم الطبيه والممرضين والمتحدثين باللغه العربيه جوه المستشفى. اللي حصل ان بي بي سي اعتذرت عن هذا التقرير المنقول عن رويترز اللي بيرصد الانتهاكات وبيوثقها، هو التقرير الوحيد الصحيح والحقيقي اللي نشرته بي بي سي على مدار اكثر من شهر عن الحرب. وقالت ان هي نقلت خطا وان الحقيقه ان الجيش الاسرائيلي كان معاه هو اطقم طبيه وهو داخل يقتحم مستشفى الشفاء، طبعا كلام لا يصدقه اي حد يعني، وكان بيجري عمليه استجواب للناس اللي جوه مستشفى الشفاء، ولم تذكر ان هو قطع الامدادات والكهرباء والميه عن المستشفى وكان ده سبب في قتل طبعا الاف الاطفال الموجودين في الحضانات في مستشفى الشفاء. واعتذرت عن ده وتنصلت من توثيق الانتهاكات وقالت ان ده خطا من رويترز وخطا منها، بينما لم تعتذر عن اكاذيب عماله تنشرها على مدار اكثر من شهر، عماله تحاول انها تتهم اي حد يحاول ان هو يقوم بمظاهرات مؤيده لحقوق الشعب الفلسطيني في ايقاف الهدنه والحق في الحياه بان هم منسوبين لحماس او ان هم مثلا تابعين لمنظمات ارهابيه او ان هم الجاليات العربيه الموجوده هناك. الحقيقه خليني اشيد ايضا براي العام الغربي في الرد على الاكاذيب اللي عملتها بي بي سي. في مؤسسة اسمها الأفكم وهي هيئة الاتصالات البريطانية وهي اللي بتنظم عمل وسائل الإعلام والبث والاتصال والبريد وخدمات الهاتف. جالها أكثر من 1500 شكوى من مشاهدين ومستمعين لبي بي سي بيوثقوا الأخطاء المهنية اللي وقعت فيها بي بي سي ودائرة الأكاذيب اللي هي بتعملها. الأفكم قالت إنها تبدأ تبحث بالفعل كل الأخطاء دي يعني هترد، والأفكم عندها القدرة إنها تتخذ على فكرة إجراء قانوني أو عقوبات على بي بي سي وعلى كل منصات. فده كمان ده بيعكس كمان يا دكتور ساره بان الاخطاء المهنيه اللي هي بتعملها دي ناتجه ان العاملين الموجودين في بي بي سي حتى في مكاتب لندن وواشنطن بيتعرضوا لضغوط نفسيه كتير اثناء تغطيه الحرب على غزه، مش حتى اللي موجودين في منطقه الصراع نفسها، فده بيعرضهم لاخطاء مهنيه طبعا كلها يعني تبريرات وهي، لكن الافكم يعني ده كمان يا دكتور ساره خلانا يعني عفوا الحكم بشان الشكاوى اللي جت. لا عفوا لمقاطعتك لو سمعاني دكتور ساره، ده يعني عفوا لمقاطعتك اللي هو ده خلى برضو تحويل بعض العاملين في البي بي سي للتحقيق طبعا لتضامنهم مع فلسطين. انا حابب اسال حضرتك، يعني قلت لنا هنتكلم كمان عن وسائل الاعلام الامريكيه لانها مهمه جدا، ضربت نموذج بالبي بي سي، لو رحنا لوسائل الاعلام الامريكيه الى اي مدى بيحصل خلط ما بين ما هو اعلامي وحق الناس في المعرفه وما هو سياسي؟ لانه اغلب القنوات الموجهه سواء من الولايات المتحدة أو محطات أخرى أوروبية ناطقة باللغة العربية بتتبع سياسة تحريرية معينة بتدور في فلك ما هو سياسي أكثر مما هو إعلامي أو مهني. شايف الخلط ده إزاي؟ والمعالجة الإعلامية بوسائل الإعلام الأمريكية سريعا كانت عاملة إزاي يا فندم؟
وسائل الاعلام الحقيقه بتتبع يعني في انقسام شديد جدا، يعني الاعلام الامريكي عامه بيتبع اما وسائل اعلام تتبع الحزب الديمقراطي واخرى تتبع الحزب الجمهوري واخرى يملكها رجال اعمال وملاك وسائل التكنولوجيا. فالحقيقه كل ما يتبع الحزب الديمقراطي او الجمهوري هو منحاز للروايه الاسرائيليه، هو بيعتمد في التغطيه على ان حماس تستخدم المدنيين كضحايا بشريه وان حماس تدير مراكز للعمليات جوه الاماكن اللي بيتم قصفها من قبل الجيش الاحتلال، ودايما بتبرز مساحات كبيره جدا لقصص فرديه عن الرهائن الاسرائيليه وعن ما يتعرضون ليه من مضايقات بدون اصلا ادنى وجه حق، وبدون انها ما تجيب في المقابل اصلا قصص بتبرز معاناه الفلسطينيين من النساء والاطفال. دايما بتضع الحديث عن القتلى والشهداء الفلسطينيين بان هم اقاموا احصائيات مجمعه وتتحدث عن الاطفال اللي بيموتوا او النساء او القصص التفصيليه للموضوع، هي مجرد ارقام مجرد احصائيات منشوره ما بتعترفش ان اللي بيحصل ده مجرد اباده العرق وجرائم حرب ضد كل مواثيق وقوانين يعني حقوق الانسان كافه. دايما بتركز في الباك جراوند بتاعها سواء كان عمل التقرير او فيتشر او اي حاجه، بان هو اعاده تذكير باللي حصل في 7 اكتوبر والانحياز دايما لاسرائيل، ودايما تقديم هذه الروايه بشكل دائم او بشكل التركيز عليه. سريعا عشان وقتنا دكتوره ساره، بعض النسخ القنوات ليها نسخه باللغه العربيه واللغه الانجليزيه طبعا موجهه للعالم العربي، هل في اختلاف في السياسه التحريريه وهل في خطاب بيقدم لنا كعرب مختلف عن الخطاب اللي بيقدم للداخل الاوروبي مثلا او في امريكا؟ أنا كنت متوقعة كده في بداية الحرب الحقيقة، ولقيت مفيش أي حاجة، لا يزال استخدام لفظ إرهابيين وتجنب استخدام شهداء، لا يزال موجود استخدام دايما لأرقام وإحصائيات والتبرير في الرواية الإسرائيلية والاعتماد على الرواية الإسرائيلية للأحداث، ودايما اكتزاء السياق في عمليات القصف إن أنا ما بجيبش ملابسات الأحداث، أنا بس بتكلم على تداعيات الحرب عموما، وما فيش أي اختلاف خالص. بالعكس النسخ العربية تشتمل على نفس الأخطاء اللي موجودة فيها النسخ الأجنبية، أصل أنا يعني مش هقدر أفصل سياسة تحريرية هي أوريدي شاملة على كل المؤسسة اللي بتحاول إنها تدعم الرواية الإسرائيلية في كل حاجة. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة سارة فوزي المدرس بقسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، صباح الخير على حضرتك.